بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أحبتنا في كل مكان، مع رحلة جديدة سوف نبحر من خلالها إلى الجزء الشمالي من منطقتنا أو من سلطتنا الغالية، مع هذا البرنامج الذي سوف نتناول من خلاله العديد من الفقرات المتنوعة والتي تجسد لنا الأصالة العمانية التي عرفها الإنسان العماني البسيط، وقام بالعمل على تلك الموروثات التي جعلت من الإنسان يزهو بها إلى مستقبل مشرق. إذن أعزائي المشاهدين، نحن هكذا كما عودناكم دائما كعمانيين على المحافظة على الموروثات التي نقلناها من الآباء والأجداد، أمر لا يكاد يخلو من حياتنا بل يعتبر أمرا ملازما لحياتنا أينما رحلنا أو ارتحلنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام، وكذلك رحب بزميلتي في هذه الحلقة هاني زجالي. أهلا وسهلا بك هاني. أهلا وسهلا بك سعيد، وحياكم الله متابعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم مع برنامجكم الحدث أغلى الكؤوس. فما قاله سعيد طبعا بالكاد سوف يبقى المسار الفكري الناجح باحترامنا لتلك العادات التي عرفها العماني منذ القدم، فما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، وما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. إذن لذلك أعزائي المشاهدين، أحبتنا أن تكون رحلتنا قائمة على الاستكشافات ولايتي الصحن والخابورة، فدخلنا وبحرنا في الولايتين لنتعرف أكثر عنهما، وإن شاء الله راح نتعايش معهما قبل الحدث المنتظر. الحدث وبكل تأكيد بات يشغل الصغير قبل الكبير لما تحمله البطولة من حب من وفاء لقائدنا حضرة صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأطال بعمره وجعله رمزا شامخا في حياتنا. طبعا الحدث مشاهدينا الكرام بات يقترب شيئا فشيئا، والكل أصبح متشوقا لاستعدادات الفريقين للمباراة النهائية، فصحم باتت تعيش فترة من الفترات اللامعة بعد نجاحها، وتسيطر أيضا وتسطر طبعا صفحة كروية في بطولة الكأس الغالية، وكذلك الحال للخابورة بعد الصعود لأول مرة في تاريخه للمباراة النهائية، وباتت على مقربة من تحقيق حلمها المنتظر. أحاديث كثيرة وفقرات متنوعة، ولكن بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
جبناه من النصر وبين جماهيره قبل عن تنتهي المباراه. جماهير كلهم طالعين طالعين، وخبرناهم خلاص الفوز معنا معنا اليوم، راجعين الباطنه ديرب الباطنه، وان شاء الله ملتقانا في اسحار اسحار لعيون سحر لعيون سحر واطنين لعيون سحر. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم من خلال هذه الحلقه الحدث اغلى الكؤوس، متواصلين معكم ان شاء الله حتى تمام الرابعه ونصف في مجموعه من الفقرات المتنوعه والمختلفه، وكذلك مجموعه من الضيوف. اذا الحدث يقترب، باتت ايام قليله، يوم السبت المقبل ان شاء الله خلاص الخابوره وصحم في هذا السبت الخابوره وصحم، وراح نشوف ايش النهائي راح يصير فيه ومن بيشيل الكاس. توقعاتك؟ انا ما راح بامانه يوم السبت، انا مصره على فكره لكل تحت الهواء، تحت الهواء دائما اسئله سعيد صحم ولا الخابوره، متحفظ جدا سعيد عن الاجابه. خلاص ان شاء الله يوم السبت بعد 7:30 بنشوف ان شاء الله. وبتقول لي بعد 7:30؟ بعد 7:30 عشان نشوف المباراه ونحدد النتيجه. خلاص ان شاء الله، طبعا كل التوفيق للفريقين باذن الله. اذا كيف علاقتك مع البحر ومع السفن؟ طبعا علاقتي، نحن يعني انا عايشه في صحم وعايشه في منطقه بحريه ايضا، فعلاقه وطيده. فعلاقه جدا وطيده، وان البحر قريب منا، كنا زمان نلعب على البحر ونشكل هذيلاك البيوت والقلاع على البحر. اوكي تشوف السفن ونشوف السفن طبعا، نشوف القوارب ونشوف الصيادين ونشوف السمك، وكنا نجمع الاصداف. فالسفن جميل. والبحر من تحدثت عن هذه العلاقه، خلينا نشوف ايضا معنا تخريب جميل كذا عن السفن ان شاء الله. طبعا عرف العمانيون بذل القدم مهنه صيد الاسماك وصناعه السفن لتستمر حتى يومنا هذا كاحد اهم الموروثات البحريه التي تناقلت عبر الاجيال المختلفه. عندما تسمع البحار على ساحه الباطنه يرددون عباره او يا مال او يا مال، تاخذك الذكريات الى ذلك الماضي الجميل الذي كان مزهرا بالنشاط البحري والتجاري، ممهدا للصيادين بولايه الخابوره. يعتبر بيئة تعليمية واسعة العطاء يهتم بتدريس هذه الموروثات الحضارية، بل أفسح المجال أمام الشباب لتعلم تخصصات لم تكن تعرف في عمان من قبل. المعهد يحتوي على تخصصات وأقسام مختلفة، منها قسم الاستزراع السمكي وقسم بناء السفن وقسم صيانة الماكينات البحرية، إلى جانب قسم الإرشاد السمكي وضبط الجودة. الكثير من التفاصيل يحكيها لنا هذا المعهد، ولمعرفة المزيد دعونا نتابع تقرير زميلنا أيمن الفجراني في هذا المكان عن معهد الصيادين. نتابع. الخابورة كان لزاما أن يتعلم أبناؤنا علوم الصيد والإبحار. نسبة لعلاقة الولاية بالبحر فهي واحدة ممن يمر بخليج عمان، وارتبط سكانها منذ القدم بالبحر، فوقف هذا الإنشاء شامخا ليؤهل أجيالا من العلوم والمعرفة، كيف لا وهم يحاكون تاريخ الماضي وعراقة الحاضر، فيدرسون ويتعلمون أصنافا شتى من العلوم البحرية في معهد يزخر بجمال تصميمه، مهيئا جوا رائعا على شرفة البحر بالولاية، فكان ملاذا رائعا لأبنائنا الطلبة الذين ينهلون من هذه العلوم الشيقة. يضم المعهد بين أروقته أقساما مختلفة كقسم الاستزراع السمكي الذي يضم هو الآخر ساحة كبيرة بين جنباتها أحواضا من الأسماك التي تم استزراعها. هنا تجد أنواعا مختلفة من الأسماك تترعرع في هذه الأحواض، روعيت كل الظروف لها من درجات حرارة للمياه وملوحتها وكل ما يتبع هذه الظروف من أنظمة أخرى كأنظمة مكثفة وشبه مكثفة، وقس على ذلك أشياء كثيرة لا يعرفها سوى من يتعلمها عن قرب في هذا المكان. في الزاوية الأخرى من المعهد ورشة خاصة لتعلم بناء وصناعة السفن، صورة عابرة ذكرتنا بواحدة من ذكريات الماضي ورجعتنا قليلا إلى ذاك الزمن الجميل. هذه جمال الباطنة،
هنا الصورة وحدها تتكلم، تعبر عن جيل يعشق هو الآخر هذا البناء، يصمم أنواعا كثيرة اشتهر بها الإنسان العماني منذ أيام الفينيقيين، حينما جابوا البحر المتوسط بتجارتهم المختلفة المحمولة على هذه المراكب التي كانوا يصنعونها بأيديهم. هنا قرأ المعلم إيليا باربور كتاب حرفته النادرة التي قلدت هذا الإرث الغابر. طبيعة الحال لازم تعرف أني في السلطنة مناطق، وفي مناطق كل منطقة لها خصوصياتها، فالباطنة من المناطق اللي عندها يعني الصيد موجود وعلاقتها بالبحر، فالسفن تلاقي حظها لهنا، حتى النماذج الواحد تلاقي حظها في البيوت، في المؤسسات الحكومية، حتى المؤسسات الخاصة تلاقيها دايما معروضة. طبيعة الحال هي مواد نظرية يأخذ فيها الطالب مجموعة من المعلومات كيف يرسم. أول شيء لازم نعرف السفينة قديما إيش اسمها وكيف كانت تستعمل. ترى في سفن كثيرة في عمان تاريخيا، يعني العمانيين كانوا محتلين البحر بطريقة يعني نقولوا معناها افتراضية أو كذا، فكانوا يعني من كبار المجتمعات اللي يعيشوا من البحر، فعندهم إرث تاريخي كبير في هذه السفن الخشبية. فتلاقي يعني السنبوق، الشوعي، البغلة، الغنجة، أسامي كبيرة، وترى كل منطقة لها سفنها. إضافة إلى أقسام أخرى بالمعهد تجمع بين الجنسين، لا تقتصر على جنس دون الآخر من الذكور والإناث، كلهم تحت مظلة واحدة ليخرجوا وهم محملين بشهادات رائدة في علوم الصيد والإبحار والملاحة البحرية. الاستفادة كبيرة أكيد، يعني كنت في السابق مجرد أشوف سفينة ونموذج ما كنت أعرف شيء يعني عن هذه السفن، وحاليا عرفت الكثير يعني عن هذه صناعة النماذج السفن، يعني ما كونها يعني كنموذج للزينة فقط، يعني اكتشفت ان يعني تعلمت كيف اصنع السفينة من مثل ما يقولون من الالف الى الياء، يعني عرفت مقاس الملي والسنتي والمتر وكم يكون قياسها وكم يعني قيمتها، ممكن يعني على حسب النموذج على حسب المتر اللي نقوم بصناعته، كل نموذج له قيمة معينة. معهد تأهيل صيادين بالخابورة هو مؤسسة تعليمية تعطي في أربع مسارات، اللي هي الدبلوم المهني، الدبلوم العام، والتلمذة المهنية، والدورات القصيرة. حاليا تركيزنا على الدبلوم المهني، نستقبل الطلاب من مركز قبول الموحد، ويدخل عدة تخصصات موجودة معنا، اللي هي الملاحة البحرية، قباطنة الصيد الساحلي، معنا الميكنة البحرية، هندسة السفن، وفي نفس هندسة السفن تخصص ثاني بناء وإصلاح السفن، معنا قسم الاستزراع وقسم ضبط الجودة. من خلال المسار الرابع وهو الدورات القصيرة، في تعاون بيننا وبين معظم المؤسسات الحكومية. على سبيل المثال معنا دورة مقدمة بشبه دوري في السنة لخفر السواحل في الأمن البحري، ومعنا دورات ثانية نساهم فيها في قسم بناء وإصلاح السفن، وهذه كانت الدورة الأخيرة صناعة نماذج السفن الخشبية العمانية التقليدية وما لها من أثر، وعلى أساس أن الخريجين يكونوا قادرين على فتح مشاريع خاصة لهم وإنتاجهم بغض بعض الدورات الثانية تكون لمدة قصيرة وتكون على حسب طلب الجهة المعينة، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص، على حسب الطلب وتوفر الكادر والوقت المناسب في المعهد. والله تقريبا هو المسمى معهد تأهيل الصيادين يعني يضم برامج دبلوم بعد الثانوية العامة، نستقبل الطلاب من مركز قبول الموحد، ويكون في خيارات كثيرة، يمنح دبلوم مهني بعد الثانوية العامة ولتخصصات مطلوبة في السلطنة ولمدة طويلة، أعتقد ظل السلطنة محتاجة لها، قبطنة الصيد الساحلي، مهندسين الميكنة البحرية واللي لازم يكونوا متواجدين في السفن سواء كانت تجارية أو الصيد، وحتى لو كان في الجوانب العسكرية مثل خفر السواحل مثل البحرية السلطانية،
هاي يساهم في نفس الشيء. هنا في معهد وتأهيل الصيادين بالخابورة يتعلم أبناءنا الطلبة أنواعا مختلفة من العلوم البحرية، لتبقى هذه العلوم إرثا تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. أيمن الفجراني، برنامج أغلى الكؤوس. وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وطاب مساكم بكل خير. نجدد التحية لكم ونتواصل معكم مشاهدينا في فقرات متنوعة نقولها لكم من برنامج الحدث أغلى الكؤوس. وبالتأكيد شكر موصول للزميل أيمن الفجراني والمصورين المتواجدين في ولايتي صحم والخابورة ليأتوا لنا بكل جديد على استعداد للنهائي الكبير المنتظر بكل تأكيد. طبعا في هذه اللحظة نشكر المساهمين معنا من خلال هذا البرنامج، الديوانية للحلوى العمانية اللي تقدمنا دائما ضيافة للبرنامج والحلويات الجميلة، وكذلك السيفي للحلوى العمانية اللي قدمنا دائما الحلوى العمانية الأصيلة، وكذلك بعض باقات الورد التي معنا من نادي الخابورة. طبعا أتبانين شوي على نادي صحم، وبيجي العتب إن شاء الله مع رئيس نادي صحم. طبعا باقة الورد جميلة باللون الأصفر نادي الخابورة، وأيضا باقة ورد أخرى من إدارة نادي الخابورة. وكذلك نذكركم بأن يوم الجمعة إن شاء الله راح نكون معكم من تمام الساعة الثانية وحتى الثالثة والنصف، راح يتغير شوي التوقيت. أما بالنسبة ليوم السبت راح تكون أو تكون فترة مفتوحة من تمام الساعة 11 صباحا وحتى 4:30 بإذن الله، وبالتالي ننتظركم في يومين مهمين قبل انطلاق هذا النهائي الكبير. طبعا سعيد، ومن خلال طبعا ما نشاهده نستشهد بذلك الحب الراسخ في قلوبنا كعمانيين لتلك الكأس الغالية التي تحمل اسم قائدنا المفدى السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. إذا مشاهدينا الكرام ستكون لدينا وقفة مع دراسة للولايتين وتسليط الضوء على جمالية الأصالة العمانية والموروثات العمانية التي سنتحدث عنها طبعا من خلال برنامجنا الحدث أغلى الكؤوس. طبعا يسعدنا أيضا أن نستضيف في البرنامج أستاذ عادل الفارسي رئيس نادي صحم. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم وشكرا جزيلا على الاستضافة. حياك الله. وبداية حديثي أحب أبارك للأخوة في نادي الخابور مجلس إدارة نادي الخابور على رأسهم الشيخ فهد بن سلطان الحوسني على تأهلهم لأول مرة في تاريخ النادي. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في النهائي، وأيضا أبارك لجماهير وداعمي نادي صحم على هذا التأهل الثاني في تاريخ النادي. متمنى التوفيق والظفر إن شاء الله بالكأس الغالي للمرة الثانية في تاريخ النادي. أهلا وسهلا فيك. طبعاً مبارك لنادي الخابورة، إحنا مبارك لك أيضاً بمناسبة تأهل صحم إلى هذا النهائي. وطرف آخر من الباطنة أعتقد راح تكون إثارة أكبر من خلال وجود طرفين من الباطنة في هذا النهائي. هذا الشيء هو يعني المفرح على أن فريقين ناديين من شمال الباطنة ناديين جارين يكونوا طرف في المباراة النهائية، وهذا أيضاً بروحه نعتبره نهائي يعني مفخر للناديين، ونعتبر نحن ايضا وسام لهذا اداره الناديين، وان شاء الله يكون نهائي يعني بهيج يليق باغلى الكؤوس وهو كاس مولانا حضره صاحب الجلاله السلطان قابوس، اللي دائما كل الانديه يعني تحاول ان تظفر بهذا الكاس الغالي. متمنين ان شاء الله التوفيق وان يكون نهائي ان شاء الله نهائي بهيج ونهائي يعني حلم في شمال الباطن الذي يستضيف المجمع الرياضي بصحار تاريخ 30/4 بمشيئة الله باذن الله. إذا نهائي منتظر وحدث منتظر بكل تأكيد لكم من خلال يوم السبت إن شاء الله مع الخابورة، أكيد يمثلكم أمر أكبر بالنسبة لكم وصول صحم للمرة الثانية إلى هذا النهائي بعد المرة الأولى في 2009 توجت باللقب على حساب بوفار، وبالتالي هناك أمال كبيرة. أعتقد الحديث في الشارع في صحم هناك ما راح يكون يتجاوز الكاس. صحيح. الحديث كله عن الكاس، عن التتويج بالبطولة، عن الحلم في الحصول على هذا اللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي. صحيح بلا شك. أيضا الدور الإعلامي اللي يقوم به هيئة إذاعة التلفزيون هو أعطى أيضا انطباع أكبر أيضا حتى في إطار التواصل الاجتماعي، وفي أيضا في ولاية صحم وكل المتابعين للولاية. صحيح.
ايضا تشوف فرح كبير، شفت الناس متفاعله، تشوف ايضا الاخوه المتطوعين لعمليه التزيين، عمليه جمع يعني تبرعات للحمله الجماهيريه اللي يقومونها منتديات جماهير صحم ومنتديات وايضا مجلس جماهير صحم لاخراج المباراه بصوره يعني طيبه، وكل الناس يعني فرحانه بتاهل النادي للمره الثانيه. دائما يعني الكاس صاحب الجلاله يعني يلقى بحمله اعلاميه كبيره وايضا بزخم اعلامي كبير، لانه يحمل اسم كبير في السلطنه، واسم هو قائد المفدى، قائد الرياضه العمانيه نعتبره، وهذا وسام نحن في صحم نفتخر فيه انه يكون صحم للمره الثانيه في تاريخه في مباراه نهائيه، وان شاء الله تعالى يكون يظفر بالكاس للمره الثانيه في تاريخه باذن الله مشيئه الله. طبعا صحم هذه مش اول مره اللي ياخذ فيها الكاس، اخذ الكاس كاس جلاله سلطان قابوس في 2009، واليوم هو مجتهد عشان ياخذ الكاس للمره الثانيه. هل هنالك اختلاف في الفتره الماضيه السابقه والفتره الحاليه؟ بلا شك هي 7 سنوات تقريبا طبعاً. من 2009 الى 2016 وايضا مر النادي بظروف وكانت هنالك ايضا عده نتائج. بلا شك هذه النقله نحن نعتبرها يعني نقله نوعيه، ان النادي خلال فتره وجيزه حاول ان يكون في منصات التتويج، والحمد لله يعني رغم الظروف الا ان هنالك ايضا اشخاص وداعمين من خلف الكواليس مع أنشطة النادي ومع دعم النادي دائما، اللي أعطى النادي يعني طابع كبير ودافع كبير أن يحقق نتيجة إيجابية ويكون أحد أطراف المباراة النهائية. يعني وصولنا للمباراة النهائية ما جاء يعني مفروش بالورود، بالعكس كان هناك أيضا مطبات، وكانت هناك مع أندية يعني كبيرة وبالأخص مع نادي النصر اللي كان مؤجج بالنجوم، ونحن أيضا يعني نقدم الشكر والثناء للاعبين اللي اعطوا روح يعني روح العزيمه وقوه العطاء على انهم يكون نادي صحم احد اطراف المباراه النهائيه. هذا جهد كبير، ايضا نقدم كل يعني كل التفاني للجهاز الفني والجهاز الاداري اللي هم ايضا سخروا امكانيات اللاعبين وخلوا الفريق يعني في رونق اخر وفي اختلاف اخر. ان شاء الله تعالى هذه كل الجهود وكل اللي وقف مع النادي تكلل في فوز غالي، وهو فوز بالكاس الغالي للمره الثانيه. جميل، يعني الفوز في 2009 بعد الفوز على ظفر بركلات ترجيح، اثناء اسئلتنا لبعض الضيوف اللي كانوا معنا كان معنا خالد مفتاح لاعب صحم ايضا في 2009، حسن النعيمي ايضا حارس النادي في 2009، كان حديثهم عن مباراه السويق في نصف النهائي في 2009 وانها كانت المباراه الاصعب بالنسبه لهم. من خلال مشواركم في 2016 اعتقد ان الخصم الاصعب كان ايضا في نصف النهائي. بلا شك هي اعتقد انها تكرار نفس الحدث، يعني نفس الحدث. صحيح. خسر النادي في 2009 مباراته في ملعب صحم، لكن نفس ما يتكرر في 2016 بنفس اللاعب هو اللي اقلب الموازين وهو اللي صعد النادي محسن جوهر. صحيح. هو اللي احنا نعتبره مفتاح الفوز، وهو ايضا اللي نحن نفتخر فيه على انه حسم الامور ايضا ياهل النادي للمره الثانيه في تاريخه. صحيح. هو لاعب متميز، نتمنى له التوفيق ان شاء الله، ويظفر ايضا من ضمن اللاعبين المتميزين في عمان، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق ونقدم له كل الشكر ولكل اللاعبين اللي كانوا ايضا قدر المسؤوليه واللي هم ايضا فخر لولايه صحم. جميل. يعني طيب ايضا الدور اللي تقدمونه انتم كاداره نادي لهؤلاء اللاعبين متمثل في ايش بالضبط؟ والله بلا شك شوفي وصول النادي الى مباراه نهائيه لابد هناك ايضا عمل اداري، والعمل الاداري هو توفير كافه المستلزمات للفريق. صحيح. يعني مثل ما يعرف الجميع ان الانديه يعني تفتقر العديد من الاشياء، اهمها النواحي الماديه. والحمد لله رب العالمين ان النادي حاول يتجاوز خلال المرحله الماضيه هذه المشكله، وحاولنا ايضا ان نهيئ الفريق من ناحيه نفسيه، وان يعني نغرس في نفوسهم على ان النادي يرغب بوصوله الى منصه التتويج في اغلى الكؤوس، وهم ايضا اثناء التقائنا فيهم هم ايضا مدركين وحاسين بهذه المسؤوليه، وايضا على ثقه كبيره. حتى انا اخر لقاء معهم قبل مباراه النصر يعني كنت في قلق، وحتى اللاعبين يقولوا انت ارتاح وان شاء الله احنا نديك الفوز بعد المباراه. وبعد ما تحقق الفوز جو اللاعبين وقالوا احنا وعدناك ان نحقق الفوز، والحمد لله رب العالمين يعني كانوا عند يعني حسن الظن وكانوا عند وعدهم، حققوا الفوز واعطوا الجماهير صحم ككل هذا الفوز الغالي، وهم الحين يعني ان شاء الله عند ايضا الوعد الثاني وهو الفوز والظفر بالكاس الغالي. نتمنى التوفيق ايضا لنادي الخابوره
أن يحقق هذه أيضا البطولة، حق مشروع نادي أيضا طموح، نادي أيضا يطمح أن يسجل اسمه أيضا من ضمن السجل الذهبي في أغلى الكؤوس. نتمنى لهم التوفيق، لأن أيضا فريق نحن نفتخر فيه ونعتز فيه، يمتلك العديد من مفاتيح الفوز، يمتلك العديد من أسماء النجوم. إن شاء الله تكون مباراة تليق بمستوى كبير لمحافظة شمال الباطنة وأيضا للكرة العمانية، لأن المباراة أيضا ستنقل خارجيا لهذا الحدث الغالي. إن شاء الله يكون حدث ممتاز بمشيئة. جميل. أنا أريد أخذ بعض التفاصيل أكثر من خلال مباراة نصف النهائي. بعد هدف محسن جوهر، بعد ما كان احتسب الخطأ بالنسبة لصحم في تلك المنطقة الخطيرة بالنسبة لمنطقة النصر، مع وجود فايز الرشيد في حراسة المرمى، محسن جوهر خلف الكرة، كيف كان الشعور والتنبؤات من هذه الكرة، خاصة مثل ما نعرف محسن متخصص في مثل هذا؟ والله بلا شك، شوف أنا كنت يعني أتكلم قبل المباراة بيوم في التمرين، أتكلم مع أحد من الأخوة حتى ما تشوف الهدف موجود معه، أتكلم معه أقول الهدف صحم يجي في الدقيقة الحاسمة، يا دقيقة 88 أو 87، يعني عندي إحساس قبل دقائق وقال لي يعني إذا وصلت لهذا الوقت أعتقد أنها توصل إلى ضربات الجزاء. فجاءت الضربة الأولى، الهدف يعني ما تحقق، لكن كانت لعبة جميلة مرسومة، توفق فيها الكابتن فايز من حارس متمكن. جاءت الضربة الثانية أيضا نفس الشيء، ضربت في الحائط. الضربة الثالثة عندي حادث خمس على الشيخ عضو مجلس الشورى، أتكلم مع الشيخ أيضا الشيخ عامر، أقول له الثالثة ثابتة، أقول له ادعى أن تكون داخل المرمى، قال لا عسى إن شاء الله تكون ما تكون خارج الملعب. طبعا شعور بتناخذ بالنسبة لي، يعني عندي إحساس أنه بيكون في هدف. يعني صدفة، أنا حسبه خارج الشبك، لكن مع ردة فعل اللاعبين يعني سبحان الله، فرحة هستيرية، يعني فرحة هستيرية. دقائق صعبة، يعني ما بقى منها غير دقيقتين أو ثلاث دقائق من الوقت الأصلي، هدف في وقت يعني حساس محسوم وحساس. صحيح. حتى لو بغى يرجع فريق النصر وتعادل أيضا ما مصار، حتى عادل في ذلك الوقت. فحسيت على أن النادي خلاص، يعني اللي نحن كنا راسمين له واللاعبين راسمين له تحقق. والحمد لله، تعرف أنت وصول إلى هذا المكان أو لهذا يعني إلى إحساس غريب، وإحساس يعني نحن كمجلس إدارة يحسب للجميع اللي يعملوا فيه، وإن شاء الله تكون الأفراح صحب مستمرة، ونسأل الله التوفيق في المباراة النهائية بإذن الله إن شاء الله. طبعا الأفراح أنت تتمناها لصحب، وأكيد الطرف الآخر تتمناها لنفسه اللي هو الخابورة. صحيح. أنا أريد أسألك عن طرف الآخر، الخابورة لأول مرة يسعى لنهاية البطولة، إنجاز بالنسبة لهم تاريخ الوصول إلى هذا النهاية، وبالتالي راح تواجه خصم صعب، أول شيء كدربي بحكم أن الجار، ثاني أمر آخر بأنه يطمح إلى لقب هذه البطولة وحق مشروع بحكم وصول المباراة النهائية. أول شيء يعني الأخوان في نادي الخابورة، مجلس إدارة نادي الخابورة وبالأخص الشيخ فهد بن سلطان، باذلين يعني جهد كبير لتسخير إمكانيات اللاعبين ولتهيئة الفريق. صحيح. وصراحة يعني الحمد لله أنهم هم الهدف اللي كان يرسموا له أنه يصل المباراة النهائية لأول مرة في تاريخهم، يعني حققوه. وحالة الكبيرة اللي بعد المباراة اللي لاحظنا فيها الشيخ فهد، إيش تعليقك؟ يعني أنا أشوف صراحة يعني هذه يدل على تعب. صحيح. وقلق وجهد تكلل بنجاح كبير، هو حتى أخذ دخلك أنه مدرب صراحة، يعني أنا أرفع على القبعة، وصراحة مجتهد ورجل عمل، وتكلل هذا العمل يعني بوصول للنادي لأول مرة في تاريخه وبرئاسته. يعني جارين قريبين من بعض في نفس المحافظة، هي مباراة دربي، أكثر تكون مباراة جماهيرية فيها زخم يعني الجماهيري أكبر، يأخذ عليها الانطباع الحذر من الناحية الفنية. صحيح. اللي بيكون هادي واللي بيكون أيضا عنده خبرة مثل هذه المباريات ان شاء الله بيكون يعني موفق، يعني بيوفق في المباراه النهائيه. جميل. احنا راح نجي ان شاء الله على الامور الفنيه، وراح نستمر ان شاء الله في الحديث ومتواصلين طبعا حوارنا معك. متابعينا الكرام، طبعا للزخارف العمانيه طابع خاص، تعد واحده من الفنون المهمه التي تصنع ذلك الجمال، فهي العمل الخالص الذي لا يقصد به الا صنع الجمال. وهنا يلتقي شكل العمل الفني بمضمونه ليكون وحدة متماسكة لصنع الجمال، الأمر الذي لا نكاد نجده في أي نوع آخر من الفنون. فولاية صحم
هي أحدى الولايات التي تعمل على هذه الصناعات حفاظا على الموروث الكبير الذي تمتاز طبعا به سلطنة عمان. نوقف معاكم مع هذا التقرير عن صحم وراجعين. الفخاريات والخزف مهنة أخرى تحظى بمكانتها المرموقة بين مختلف الحرف التقليدية اليدوية في ولاية صحم. ففي مركز تدريب الفخاريات والخزف وجدنا أشكالاً متنوعة من الأطباق والصحون والمزهريات المزركشة بأجمل النقوش والزخارف وبرسوم تجعل منها ذات جمال أخاد، وفخاريات جميلة صنعت بأيدي عمانية بحتة جعلت منها به الأيدي صنع جمال خارق في وقت باتت فيه التكنولوجيا أشبه برغيف الخبز. بقيت هذه الحرفة ذات تراث عريق مشهود بشهرتها محليا وخارجيا، فامتزجت روعة الفن والصنع بعبق التاريخ لتتشكل لوحات فنية غاية بالجمال والدقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم في الحديث عن النهائي الغالي كأس حضر صاحب جلالة بين الخابورة وصحم، أو صحم الخابورة بحكم وجود معنا الأستاذ عادل الفارسي رئيس نادي صحم، ومتواصلين في الحديث معه حول هذا النهائي الكبير. إذن ندخل شوية في الأمور الفنية بالنسبة لنادي صحم. عبد الناصر مكيس أحدث نقلة في نادي صحم من بعد توليه المهمة، أعتقد وصول إلى المباراة النهائية مركز خلينا نقول مقبول نوعا ما في بطولة الدوري، ولكن في حال استمراره أكيد لكم أهداف أخرى. كيف ترى عبد الناصر مكيس مع المباراة النهائية في مواجهة الخابورة؟ بلا شك عبد الناصر المكيس عرف يسخر إمكانيات اللاعبين. مثل ما لاحظ الجميع أن نادي صحم في الدور الثاني من عمر الدوري مختلف تماما عن ما كان عليه في الدور الأول. عرف اللاعبين وعرف إمكانياتهم. أيضا اللي فيه الميزة المتميزة في عبد الناصر المكيس أن لديه الثقة في جميع اللاعبين بغض النظر عن الأسماء الموجودة، واللي حصل أيضا في المباراة النهائية كانت هناك حمادة الزبيري لاعب المحترف كان يعاني من إصابة، ويعني تعرف أنت مباراة مهمة، مباراة حساسة. صحيح. بالعكس متى حس اللاعب انه عنده اصابه خفيفه ويعني ما غمر انه يكون في المباراه، بالعكس ريحه واعطى الثقه الكبيره للاعب محمد مطر اللي اثبت جداره وكان لاعب متميز في المباراه. ونحن ايضا طموحين كمجلس اداره ان نجدد مع الكابتن عبد الناصر المكيس للموسم القادم لقدراته وامكانياته وايضا تعاونه مع اللاعبين، ونحس نحن اللاعبين والجهاز الفني كفريق واحد. ان شاء الله يعني عبد الناصر يعني عارف اهميه المباراه وعارف ايضا الطرف الثاني نادي الخابوره. صحيح. والجميع حتى الاخوان في نادي الخابوره عارفين ايضا نادي صحم مصدر القوه ومصدر الضعف. وكل الفريقين عارفين بعض لانهم ايضا فريقين جارين يعني ما حد يعني شيء يعني متخبي. صحيح. نامل التوفيق ان شاء الله للفريقين، وايضا نامل التوفيق بالاخص لنادي صحم في هذه المباراه، وان شاء الله بتكون يعني مباراه تتميز بأشياء الله باذن الله. طبعا نحن دائما ناكد في برنامجنا على انه الجمهور دائما ياثر تاثير كبير على دور اللاعب حتى على اداء اللاعب في ارض الملعب. استعدادات جمهور صحم؟ والله استعداد جمهور صحم استعداد كبير، وهناك حمله كبيره يعني قايمين بها الاخوان في جمعيه جماهير صحم ومنتدى جماهير صحم اللي هم يعني الوقفه الكبيره مع حشد الجماهير في المباراه النهائيه. هذا الشيء اللي نحن اعطانا ايضا دافع كبير على ان تكون المباراه النهائيه ان شاء الله ان المجمع سيمتلئ وجمهور صحم سيحضر بقوه، لانهم ايضا واثقين من قدرات الفريق وايضا عارفين ان التواجد الجماهيري
يعطي الفريق دافع معنوي كبير. أيضا أنا أقدم الشكر والثناء لجماهير صحم على وصولهم لصلالة وبالعدد يعني نحن تفاجأنا فيه، ونشكر أيضا كل من وصل إلى صلالة ويآزر النادي ويوقف مع النادي. ومن هذا المنبر أيضا من هذا البرنامج نطالبهم مطالبة خاصة، النادي في حاجة ماسة، اللاعبين في حاجة ماسة في المباراة النهائية، أيضا لإخراج الحدث الهام أغلى الكؤوس بغض النظر عن النتيجة. نتمنى أن يكون من أول دقيقة حتى آخر المباراة يكونوا أيضا جمهور إيجابي، نتمنى يكون يتحلوا بالروح الرياضية، نتمنى إن شاء الله يكون جمهورنا نحن أيضا عارفين جمهور واعي، جمهور أيضا متحسس لكرة القدم، وإن شاء الله يكون جمهور إضافة للمباراة النهائية، ويكون أيضا قوة رقم 12 لفريق صحم، وإن شاء الله يكون يفرحوا مع بعض ويكون ليلة 30/4 ليلة أفراح في صحم. جميل، إن شاء الله التوفيق طبعا لكل الفريق. جميع جميع إن شاء الله. توقعاتك المباراة النهائية والحسم راح يكون لمن؟ من اللاعبين في صحم؟ شوف توقعاتك بدون أمنيات، الأمنيات أكيد. شوف التوقعات صعبة. التوقعات أنا أقول لك صعبة لأنها مباراة صعبة. مباراة يعني لفريقين عارفين بعض. فريقين يعني ما حد يقول إنك كفت من بتكون الأرجح. جميل. نتمنى التوفيق لفريقين. من يكون أهدأ، من يكون مركز أكثر في نهاية الأمر بيكسب المباراة. كسب الخابورة بنهنيهم، وبيكون أيضا كسب صحم أيضا الأفراح بتكون مستمرة. فاز صحم، فاز الخابورة، الكاس في بيت واحد في منطقة واحدة في محافظة واحدة. بالعكس نحن والخابورة يعني نعتبر بيت واحد، ونتمنى التوفيق لنادي الخابورة، وكذلك نتمنى أن يكون صحم يضيف في خزينته الكأس الثاني لتفرح جمهور صحم، وأيضا نقدم نحن كمجلس إدارة لهذا النادي العريق ولجماهيره إضافة جديدة تضاف إلى خزائن النادي من إنجازات. بإذن الله كل التوفيق لكم إن شاء الله في المباراة النهائية لكم ونادي الخابورة بإذن الله خير. وكل الشكر لك على هذا الحديث. الله يخليك. ونلتقي إن شاء الله يوم السبت بإذن الله. مشيئة الله. شكرا جزيلا على الاستضافة، وأشكركم مرة ثانية، وأنتم دائما متميزين ومعطين الحدث رونق آخر، وشكرا على ذلك. وهذا هو الحدث اللي استهل بطبيعة الحال. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين الكرام نحن متواصلين معكم، راح نتوقف مع فاصل غنائي، نتناول من خلال القهوة والضيافة لضيفنا الكريم، ونحن سنذهب إلى فاصل غنائي وبعدها مكملين معكم الحدث أغلى الكؤوس. جمهوره الغالي معاه ما يترك دايم وراه بصوت واحد.
بابور دايب يا حالة. الكل في اسمه يفتخر والكل في لعبه ينبهر في ساحه الملعب عجيب وخصمه دايم في خطر. الكل في اسمه يفتخر والكل في لعبه ينبهر في ساحه الملعب عجيب وخصمه دايم في خطر. ابوها بيفوز ان شاء الله. ماشي شي خاطر مع الاصفر. الاصفر يستاهل هذا الحس الجماهيري والجمهور. انا متاكد ان اليوم بيقول كلمته والفريق قادر. متاكد ان الوفود قادر اليوم. ان شاء الله فايزين. فوق ان شاء الله صاعدين باذن الله تعالى. عودة مجددة متابعينا الأحبة، والكأس الغالية والكأس
المرتقبة أيضا لفوز أحدى الناديين يا صحم يا الخابورة. مشجعين صحم طبعا الجماهير بانتظار هذا الحدث الأكبر والأهم على المستوى المحلي. دائما أسأل أنا وأقول أن سعيد أنت مع صحم ولا مع الخابورة؟ سعيد متحفظ عن الإجابة دائما، ولكن أنا إحساسي يعني إحساسي أن سعيد يشجع الأصفر. لا لا ما لبست أصفر ولا قمت معي علم أصفر ولا خلم أصفر ولا شيء يعني. لا في أشياء، أي دلالة في أشياء أصفر، الباك جراوند مال تلفونه أصفر. لا لا ما إذا طلعت بتكون أزرق ها. يعني نحاول هو لحد يوم السبت بتكون نفس الموضوع يعني، ولكن احنا خلونا راح اسوي قرعه انا وبتسوي قرعه خبرتك بعد 7:30 ان شاء الله يوم السبت بخبرك باذن الله. اذا حياكم الله مشاهدي الكرام، متواصلين معكم في الحديث عن اغلى الكؤوس طبعا كاس حضر صاحب جلاله. يوم السبت هو الحدث المرتقب في النهائي المنتظر على المجمع الرياضي بصحار. طبعا بما ان اخذنا ضيف من صحم اكيد راح ناخذ من الطرف الثاني عشان نعمل توازن ما بين الطرفين. يسعدنا في هذه اللحظات نرحب بها الفاضل حمد بن راشد القطيطي عضو مجلس إدارة نادي الخابورة. أهلا وسهلا بك حمد. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ أشكركم على حسن استضافتكم لنا في هذا البرنامج الرائع، برنامج أغلى الكؤوس، ومنكم انتم كاعلاميين رائعين. اهلا وسهلا فيك طبعا، مبروك على التاهل. الله يبارك فيكم. هذا لازم الله يبارك فيكم على طول، هذا الحدث الاكبر بالنسبه لنا. الحمد لله هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود الاخوه الاداريين وجهود اللاعبين. شكرا. جميل. اذا نصف النهائي مع صلاله، الهدف الثاني الرشيدي، واحداث منتظره كانت من بعد الهدف. كان ضغط من صلاله على الخابوره، ضغط كان شرس على الفريق. كيف كانت اللحظات الأولى بعد صافرة النهاية وصافر الختام المباراة؟ هي بالنسبة لي قبل صافرة الحكم كانت احنا أعصابنا مشدودة بأمانة، وكانت يعني في لهفة وتشوق إلى أن احنا نحرز هدف نسبق في صلالة، لأن احرازنا للهدف وإحنا صعودنا احنا للمباراة النهائية بمعنى آخر يطمئننا طمأنة كثيرة ويعزز أيضا من معنويات اللاعبين أيضا في الملعب قبل صفارة الحكم. أما وما يخص بعد صافرات الحكم فكانت هناك أفراح ما شاء الله، والدليل على ذلك أعتقد كما لاحظت وشاهدت من خلال التلفزيون فرحة سعادة الشيخ فهد بن سلطان الحوسني، وهو فرحة عفوية غامرة جدا بهذا الفوز الكبير جدا. صحيح. في لهذا الكأس الغالية. جميل. يعني هذه الفرحة يعني أنهت موسم كامل من التعب، من العمل الشاق، من الانتظار، من الترقب لنادي الخابورة. كان مستوى يعني غير مقبول، نقول مثلا في بطولة الدوري كان هناك احتمال يلعب ملحق، ولكن بعد صافرة النهائي تأهل المباراة النهائية أعتقد أعطت الكثير للشيخ فهد اللي وقدم كثير لنادي الخابورة. أكيد احنا بالنسبة لبداية لو رجعنا للخلف إلى فترة الدور الأول كانت هناك إشكاليات كثيرة وقع فيها الفريق، إشكاليات وجعلت الفريق يتراجع شيء فشيء إلى أن وصل إلى هذه المرحلة. لكن والأسباب أعتقد واضحة جدا، هي التغييرات للمدربين. كانت هناك تغييرات مدربين، 3 مدربين تعاقبوا على الفريق في مرحلة في فترة وجيزة بسيطة، عملت نوع من التشتيت أو التشتت ونوع من اللا استقرار في الجهاز الفني واللاعبين ككل. فبالتالي احنا بدأنا كفريق يتراجع، لكن لما بدأ الاستقرار الفني بوجود المدرب مصطفى كيوا، وطبعا وصوله إلى النادي وبداية مشواره مع الفريق، الحمد لله فألنا خير. بدأ الفريق استقر، بدأ الفريق يغير من نتائجه السلبية إلى نتائج إيجابية، سواء كان بالتعادل أو بالفوز، والحمد لله رب العالمين. النتائج أعتقد اتضحت، والنتائج بدأت الفريق يدخل إلى مراحل الفوز. أنا بس أريد أعقب على كلامك، يمكن المباراة كانت الحاسمة والفيصل اللي غيرت من مجرى الخابورة في الموسم كله كان الفوز على العروبة في أرضه في صور بهدف مقابل لا شيء، أعتقد اللي غيرت مجرى الخابورة من خلال هذا. بالضبط مباراتنا، نعم فعلا مثل ما ذكرت وأصبت بالقول، فعلا احنا مباراتنا مع العروبة في على أرضه وفي بين جمهوره كانت دافع معنوي، أعطتنا نوع من التعزيز، أعطتنا نوع من الثقة بالفريق، وفعلا انطلق من خلال الفريق إلى مجالات أرحب إلى النتائج وإيجابية. جميل. طبعا نتابع وياك بعض اللقطات
نتذكر وياك بعض اللقطات هذا مباراتكم مع السويق في بطولة الكاس أعتقد كانت أيضا مباراة الصعب اللي واجهتوها بحكم أيضا هو جار بالنسبة لكم وعارفين بعض. نعم شكرا. جميل تعليقك على مباراة السويق. مباراة السويق يعني احنا أيضا كنا السويق كان يطمح ومن حقه كفريق فريق ما شاء الله فريق قوي فريق لتاريخه العريق في الإنجازات في البطولات فريق قوي أيضا لا يستهان به كان يطمح أن يوصل مثل ما احنا وصلنا وهذا حق المشروع في النهاية لكن بهمة شبابنا بهمة إدارتنا وعلى رأسهم سعادة الشيخ والحراك اللي صار مثل ما ذكرت الإيجابيات اللي سبقت هذه المباراة كانت كلها عوامل وعناصر معززة إلى أن احنا نصل ونفوز على فريق السويق بنتيجة إيجابية الحمد لله أهلتنا على أن نعزز من قدراتنا كلاعبين وجهاز فني في المباريات اللي القادمة. طيب اليوم وصولكم للنهائي مع جاركم صح؟ نعم. التنافس طبعا راح يكون بشكل كبير. بالضبط. ردك على شوفي في النهاية احنا وصحم أخوة في بيت واحد وفي أسرة واحدة الكاس الآن كاس مولانا حفظه الله ورعاه هو موجود في شمال الباطنة في الحفظ الصون نعتبره الآن خلاص وصل بمعنى آخر لو صحم الله سبحانه وتعالى وفقهم صحم ونالوا على شرف هذا الكاس الغالية فنبارك لهم وأيضا الخابورة لو فازت وإن شاء الله بإذن الله الفوز إن شاء الله بما أن التاريخ سيسجل بحروف من ذهب للخابورة من أول مرة له إن شاء الله هذا مطلبنا إحنا كإدارة في إدارة نادي الخابورة ومطلب جماهير ومطلب لاعبين ومطلب كل بيت وكل أسرة وكل فرد من أفراد ولاية الخابورة للحصول على هذه الكأس الغالية فإن شاء الله احنا لا نختلف بين صحن وبين الخابورة ما في هناك أي اختلاف فقط الملعب هو اللي يحكم الميدان هو اللي يحكم بإذن الله هو اللي راح يحكم يحكم ولكل مجتهد النصيب لكن في الملعب أكيد يعني أكيد أكيد يتمنى يتمنى والخابورة يتمنى بالضبط ولكن نقول لكل مجتهد نصيب في النهاية خلاص ويوه. هذا الجو الدبلوماسي جميل أشكرك أنا طبعا أهني الفريقين فريق صحم وفريق الخابورة على روحهم الرياضية كل الضيوف اللي نستضيفهم سواء من الخابورة وصحم كل واحد يشجع الثاني ويأكدوا على أن الكاس ما راح يطلع من شمال الباطنة إن شاء الله هو الحديث كله معروف قبل النهاية ها بعد النهاية بعد النهاية إن شاء الله حديث الحديث كل حديث الحديث لكن بيصير هو الحديث إن شاء الله ما بيتغير بإذن الله إن شاء الله طبعا لاعبين كبار ولاعبين كانت لديهم صولات وجولات في عالم كرة القدم بل كانت مساهمتهم واضحة أيضا في قيادة الفريق الأصفر نحو الحلم فإبداع اللاعبين ساهم في رسم البهجة على جماهير الأصفر وجعل من محبي النادي يتغنون بتلك الأسماء التي نالت استحسان الجماهير بعد وصولها لأول مرة في تاريخها للمباراة النهائية في بطولة الكأس الغالية للتعرف على أحد هؤلاء اللاعبين دعونا نشاهد ما أتت به عدسة كاميرتنا من خلال هذا التقرير الذي رصده لنا زميلنا خالد الشكيلي نتابع هذه المقابلة الكرام واستمرار للتغطية من خلال برنامج أغلى الكؤوس اليوم نتواجد في ولاية الخابورة وبالتحديد أمام منزل لاعب نادي الخابورة دعيج خلفان لنتحدث عن تحضيرات وجاهزية الفريق الأصفر للمباراة النهائية ونتحدث أيضا مع اللاعب عن بداياته ومشواره أيضا مع نادي الخابورة وكيف هي الأجواء هنا في الولاية تحضيرا للمباراة النهائية يوم السبت القادم فأهلا وسهلا بكم وهنا المحاولة دعيج يا سلام يا سلام دعيج خلفان يسجل ثاني أهداف نادي الخابورة حلوة 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 دعيج تحدثنا عن بداياتك ومشوارك الكروي مع نادي الخابورة أول شيء الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم بداياتي كانت طيبة الحمد لله بمرحلة الناشئين اللي كانت في السلطنة فالحصول الفريق على المركز الأول في المباراة النهائية على فريق النصر ومن بعدها توجهنا إلى دولة الإمارات الشقيقة لبطولة الناشئين وحققناها الحمد لله بعدها رجعنا وكنت عاد خلاص أعدي مرحلة الناشئين إلى مرحلة الشباب وبأمانة ما حققنا البطولة يعني على المركز الثالث حصلنا بعدها ما كان في الفترة الماضية يعني فريق الأولمبي فعلى طول التحقت للفريق الأول وكانت بداية أول بدايات مع الفريق الأول كانت مع نادي النصر
في ملعب النصر. نعم كان النصر متقدم 2-0 ودخلت انا اخر ربع ساعه وقدرت اني اسجل هدفين يعني في التعادل يعني. حلو. اذا بعدها استمريت يعني في الفريق الاول. نعم اكيد يعني الادعيج خط سنوات طويله من الاداء ومن المشاركه مع نادي الخابوره، لكن بالنسبه لك هذه اللحظه الاهم ربما في تاريخك الكروي بالكامل وفي تاريخ النادي، ماذا يعني لكم الوصول للمباراه النهائيه ملاقات صحم يوم السبت؟ والله هذا الشيء انا كنت انتظره من يوم ما كنت في الفريق الاول يعني. نعم فالله ما وفقنا الحمد لله في هذه الفتره يعني توفقنا ان نوصل النهائي، فهذا شرف كبير لي انا كلاعب اول شيء. نعم. والحمد لله انا اقول يعني يمكن تكون نهايتي يعني في حصولنا للكاس ان شاء الله. نعم. وفي النهايه انا اقول لك يعني بالنسبه لنادي الخابوره بامانه عمل مجهود كبير لاجل الوصول للنهائي يعني. طيب قلت مجهود كبير، سؤالي لك عن العوامل اللي ساهمت في وصول الفريق للمباراة النهائية. العوامل بالنسبة للمباراة النهائية وصولها طبعا كان الشيخ فهد. نعم سعادة الشيخ فهد. سعادة الشيخ فهد. نعم. وإداريين صراحة ما مقصرين معنا وكلاعبين وخاصة بالجهاز الفني يعني. عملنا عمل يعني كفريق واحد بأمانة. نعم. والحمد لله الله ما يعني ما خيب ظني. يعني كنا نعمل على أساس نوصل النهائي الحمد لله قدرنا نوصل النهائي يعني. نعم وأعتقد جمهور الخابورة كان له دور كبير أيضا وساهم في المباراة. هذا 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 رقم واحد. نعم جمهور الخابورة رقم واحد يعني، وأنا أتمنى في المباراة النهائية حضور جمهور أكبر وأكبر يعني. أول شيء أنا أقول لك بالنسبة للعائلة يعني بأمانة يعني وقفتهم لي كانت كبيرة بأمانة يعني، وخاصة الوالد والوالدة ومبارك. نعم كانوا يعني بالنسبة لي يعني هم الدعم الأول في مسيرتي يعني. نعم. فبذكر عن الوالد يعني. نعم. صار موقف في النادي يعني كل ما اروح التمرين هناك شيء عامل اسمه عامل اسيوي عامل نادي. نعم نعم. فكل ما اروح النادي يتواصل الوالد مع من مع العامل مع العامل. فيقول له ادعيك حضر التمرين ما حضر التمرين. نعم. ودايركت هو يعرف يعني يتاكد من يتاكد في يوم من الايام كان العامل ما موجود يعني. فرحت انا التمرين اتصل الوالد بالعامل. نعم. قال ادعيك ما حضر التمرين. نعم جيت انا المنزل هنا البيت تم الوالد عاد يتنازل ايوه لكن قلت له تاكد هذا من حرص من حب اكيد من الحب هذا من حرص. نعم فرحت في اليوم الثاني التمرين اول ما نزلت من السياره حصلت العامل قلت له انا موجوده اقول حل الوالد يعني على طول تسجل على طول يعني. فكان صراحه وقفتهم وقفه يعني لو تكلمت فيها صحيح. ابد ما وفيت فيها بصراحه. نعم. والله رسالتي للجمهور اول شيء انا اقول لهم يعني انتم رقم واحد تكونوا في الملعب يعني، فمساندتكم للنادي هي مساندة للولايه في النهايه يعني. فانا اتمنى من الجمهور يكون حضور اكثر واكثر يعني. نعم. من المباراه السابقه يعني. والله كما قلت انت الحضور 50-50 ان شاء الله. نعم. ان شاء الله نعود بالكاس يعني وبنتلاقي انا وياك من بعد المباراه ان شاء الله يعني الكفتين متساويه. ماشي فريق اكثر يعني احسن عن الفريق. نعم. الكفتين متوازيه يعني. فيمكن يتميز نادي صحم يعني يتميز خاصة في محسن جوهر أنا أتكلم بأمانة في الكرات الثابتة مركز ثقل هاي أكيد. فنتمنى أنه ما يتوفق فيك المباراة يعني. الوالد رحب فيك وبداية نبارك لكم بما أنك أحد المشجعين والمتابعين لنادي الخابور الوصول للمباراة النهائية. أشكرك على كل حال على الاستضافة والأمور طيبة إن شاء الله ونلتقي في الملعب إن شاء الله يوم 30/4 يوم السبت. دايق أنا كل يوم أتابع كل يوم في المباراة وتابع في التمارين ومخلي له جاسوس في الملعب أتقسس عليه إذا ما يتمرن ولا شيء ولما يهني أعطيه شغله على طول لأن نادي الخابورة يمشي في دمي وإذا انهزم الخابورة يوم من الأيام لا سمح الله ما أنام أبدا أكثر بشكل. والله أنا لأني كنت لاعب في الخابورة لاعب كنت في الكويت وانتقلنا هني وكنت ألعب وبعدين انتقلت للتحكيم عشان كذا قعدت حد عيق أباك تكون سبع ملعب. والله الحضور مثل ما قلت لك يعني الحضور هي متساوية لكن نتمنى من كل شيء الخابورة إن شاء الله فايز ونلف الباطنة كاملة بالكأس إن شاء الله. بالنسبة للمباراة النهائية هذا شوف أخي خالد أنا من تقريبا من 3 سنوات أو 4 سنوات كنت أتمنى أن الخابورة تأخذ البطولة لأن الإخوان بالسويق خبوها قبل فترة وهم اللي بدوا مثل ما يقولوا للباطنة ما شاء الله عليهم كانت انطلاقة طيبة وبعد ذلك الإخوان في صحن فإحنا بين الولايتين
فأقول يعني من زمان بأمانة يعني كنت أقول إن أتمنى إن الخابورة تأخذ نصيبها في الكاس وبعدين يمتد كذا صوب صحار والإخوان في السلام ويرجع مرة حتى الإخوان بالباطنة. فأتمنى إن شاء الله الخابورة تفوز طبعا، ولو أنا أشوف إن حظوظ فريقين مثل ما أقول متساوي، لأن الفريقين يكون لاعبين لاعبين ممتازين جدا 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 وما شاء الله قاعدة جماهيرية كبيرة. فازت صحم احنا ما بنزعل لانهم اخواننا، وفازت خابورة اكثر فرحتنا بتكون ان شاء الله، لان الخابورة بعد نريد نكمل مثل ما يقولوا الوصل الشارع بين بين صحاب السويق ويصحى. تتوقع يمتلئ المجمع يوم السبت؟ اتوقع انه يعني ما لا يمتلئ، في ناس برا تكون موجوده، لان في ناس من السويق بيجوا يشجعوا الخابورة ويشجعوا صحاب بعد، ومن اصحار نفس الشيء، فاكيد هو عرس الباطنة، عرس الباطنة، واكيد بتكون انتم متواجدين معنا. نرحب ايضا بشذا بنت الكابتن دعيج. كيف الحال شذا؟ كيف المباراة النهائية يوم السبت من بيفوز؟ خابورة صحم يمكن؟ كم تتوقع النتيجة؟ 2-0. طيب بالتوفيق، شكرا. طبعا هذه هدية تذكارية من اللاعب دعيج خلفان وأسرته، طبعا لأسرة برنامج أغلى الكؤوس نوجه لهم كل التحية، ونوجه تحية خاصة أيضا لوالدة اللاعب اللي فضلت أن تنضم لنا أيضا في هذه الأثناء والمشاركة في هذه اللقطة التذكارية في منزل اللاعب. نتمنى للعائلة كل التوفيق والسعادة إن شاء الله في المستقبل، ونتمنى لنادي الخابورة مع شقاء نادي صحم التوفيق في المباراة النهائية. مشاهدينا الكرام، تابعنا وياكم هذا التقرير حول اللاعب دعيج خلفان، احد اللاعبين المخضرمين الذين نشطوا مع الخابوره خلال الفتره الماضيه وحقق معهم المركز الثالث في عام 2002، وهو اكبر انجاز لحد الان، مع الانجاز الاكبر بتحقيق او وصول مباراه نهائيه لهذه البطوله. وطبعا مستمرين مع ضيفنا الكريم محمد بن راشد عبيد القطيطي، المنسق الاعلامي بنادي الخابوره. اليوم نادي الخابوره طبعا مسوي حمله وشوارع مزينة، وطبعا نشكرهم جزيل الشكر على الورد اللي دايم يوصلنا للاستوديو. ان شاء الله الحمد لله مشكورين، يعطيكم الف عافية. واجب. استعداداتكم انتم كإدارة النادي لتحفيز ايضا الجماهير للحضور للمباراة النهائية، وكلمة أخيرة توجهها ايضا للجمهور. بالنسبة لا يخفى على الجميع أعتقد، وسواء الجانب إعلاميا بشكل عام، الآن الحدث ظاهر وبارز، وكإدارة وجماهير ومحبين وداعمين للنادي الآن الجميع يعمل بليل نهار، يعني تجد الإدارة يعملوا إلى منتصف الليل، الجماهير وحملة الخابورة بهمة رجالها جزاهم الله ألف خير يعملوا ما شاء الله في تزيين الولاية إلى منتصف الليل وإلى حتى إلى الصباح الباكر، وهم يواصلوا عملهم في عمل شاق، عمل متعب بجهود كبيرة. نتمنى إن شاء الله هذه الجهود وهذا التعب كله إن شاء الله خلاله أن الله يوفقنا سبحانه وتعالى ونحصل على الكاس الغالي، كاس مولانا حضرة صاحب الجلالة يحفظ الله ويرعاه. الناظر وقادم من ولاية السويق، مودع ولاية السويق وقادم على بداية على ولاية الخابورة وبالتحديد منطقة الخويرات، مباشرة تجد الأفراح والشوارع تزين. والشوارع مزينة، ومداخل القرى ومداخل والملاعب وكل البيوت الآن الحمد لله توشحت بالزينة وبالشحة وبالأعلام الصفراء والخضراء. صحيح. مما يدل على أن هناك حدث قادم بإذن الله، والجميع يعيش هذه الفرحة. إحنا الآن الفرحة عشناها من أول من مثل ما ذكرت بعد الصافرة مباشرة، والآن لازلنا نعيش هذه الفرحة وسنعايشها بإذن الله سبحانه وتعالى. الخابورة زينت الآن من الخويرات إلى
القصبيات إلى 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 الهجاري إلى كل قرى القابورة زينت بزينة والاحتفال لهذه المناسبة الغالية. يعني طبعا باعتبار أن الحدث الأكبر بالنسبة لجماهير القابورة ومن حقهم أن يعيشوا هذا الفرحة الكبيرة بتأهل النهائي وهي الأمل بالنسبة لكم الفوز بلقب هذه البطولة. كلامك صحيح 100%. شكرا لك حمد على وجودك معنا اليوم وكل توفيق لكم إن شاء الله في المباراة النهائية ونشوف مباراة ممتعة للطرفين ومثل ما نقول اللي يخدم نفسه ويعطي في الميدان هو الأحق بحمل لقب هذه البطولة. بس كلمة أخيرة أخوي سعيد بالنسبة لإحنا الآن في إدارة نادي الخابورة وأنا باسمي يعني الآن أريد أشكر سعادة الشيخ فهد بن سلطان الحسني على الدعم اللامحدود ووقوفه مع اللاعبين ومع الجهاز الفني ومع الجماهير ويعمل ليل نهار بأمانة من خلال اتصالاته من خلال اجتماعاته من خلال تواصله بشكل مستمر مع جميع أفراد المجتمع وسواء لاعبين أو جهاز فني أو محبين للفريق. أيضا كلمة شكر أوجهها لسعادة الشيخ سيف بن مهنا الهنائي وللخابورة على دعمه وعلى دائما تساؤلاته واستفساراته عن الإداء عن الفريق وعن النادي بشكل عام. وكلمة أوجهها أيضا إلى اللجنة الاستشارية أيضا في نادي الخابورة جزاهم الله الخير والداعمين بشكل عام من ضمنهم الشيخ عبد الله بن زاهر الحوسني والأخ الفاضل سعيد بن خلفان القطيطي. الجميع حقيقة اشتغل الجميع تقدم ولا زال الآن يقدموا بإذن الله ولهم جزيل الشكر ولهم منا جزيل الشكر بأمان يعني وبارك الله فيهم كل الشكر لك أشكرك سيد. إذن مشاهدين الكرام هذا كان حديثنا عن نادي الخابورة وحديثنا عن وصولهم المباراة النهائية. سنتوقف وياكم مع فاصل غنائي ولنا عودة بإذن الله. We'll be right back.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، حياكم الله معنا في الإطلالة الثالثة لبرنامج أغلى الكؤوس، متواصلين معكم في الحديث عن نهاية أغلى الكؤوس صحم والخابورة. وطبعا نرحب بضيوفنا وضيفنا الأخير الشاعر ناصر بن سعيد البادي بن وداد من ولاية صحم، أهلا وسهلا فيك. ناصر بن سالم بالتعصليح يعني. إن شاء الله. اهم شيء اعطيتك الاسم الشهره بن وداد. الاسم الشهره بن وداد. حياك الله بعد، اهلا وسهلا. الله يحفظك. والله اثرني ترحيبي على مقدمي البرنامج و اللي هم قائمين على برنامج اغلى الكؤوس. اهلا وسهلا. فمن خلف الكواليس والجمهور اللي يتابعني من خلف الشاشات، واقول يا قواف الشعر وحروف القصيد والبيوت النادرة يلي قوية، رحبي ثم رحبي واليوم عيد من معانا ومن يتابعنا له تحية في قناة عمان، كل شيء فريد من رياضة ومن ثقافة عالمية. رحبي ثم رحبي واليوم عيد من معانا ومن يتابع له تحية في قناة عمان، من كل شيء فريد من رياضة ومن ثقافة عالمية، على المباشر والهوى يبث الجديد، الكاس غالي وكلنا ننافس سوية، كاس مولانا أبو الراي السديد سيدي قابوس حلال القضية، الله يدومه على العمر المديد، نطلب المعبود خلاق البرية. نطلب المعبود خلاق البرية. صح الله بدنك. سلمت. الله يسلمك. يعطيك العافية. ما شاء الله عايش مع الحدث. ها والله الحدث مباشرة. أنت ما بديت مع الكاس، بديت مع البرنامج. جزاك الله خير. جزاك الله خير. تشريف طول عمرك وتستاهلون. واشكركم على استضافتي في البرنامج، في برنامج أغلى الكؤوس. أهلا وسهلا. اللي هو يكون يعني ما بين صحم والخابورة. جميل. وكلنا أهل ما نلقى العذر، ولكن عاد الكورة ما فيها حسم. هذا أخ، هذا أخ. خلاص متأهل صحم والخابورة. هذا الكلام بينكم دائما، احنا أخوة احنا أهل، وهو بالفعل يعني ما راح يفرق بينكم. متأهل صحم والخابورة، صحم من برا النهائية. يعني أنتم يمكن علاقتك مع الرياضة ما هي العلاقة الكبيرة، ولكن دائما الشاعر يعيش مع الحدث مثل ما نقول. تأهل صحن بار نهائية أكيد متابع لصحام، تأهله وصوله إلى هذه المباراة، وبالتالي الشاعر يكون مع الحدث ومع الناس. والله نتابع، ولازم مهما ابتعدنا عن الرياضة نرجع للرياضة، لأن احنا في نفس المنطقة نفس الولاية، الكل فرحان الكل سعيد مزينين الدار. يعني الطوف غصبا عنك تشعر باللي يشعر به جارك وأخيك اللي يلعب، وجمهور ولايتك لازم أنك تعايش الوضع. وأقلها وذلها لو أنك تبيتين ولا ننافس، يعني نشجعهم على التنافس. ونفس الشيء الخابورة ما نلقى عذر عنها. صحيح. يعني كل ويتنا أهل وجزاهم الله خير، كلهم فائزين بإذن الله تعالى. التأهل ما هو شيء سهل يعني، فنقدم لهم كلهم تحية سواء صحم والخابورة. وفي النهاية يا فوز يا خسارة، ما راح يكون في خاسر إن شاء الله، في خاسر، ولكن نتأمل بإذن الله تعالى كلهم يعني سواء نكون راضين سواء بالفوز بإذن الله تعالى، أو أنها مثلا تنازل نابح الجيران اللي هم الخابورة، يعني نقدم لهم كل التحية بإذن الله. الله يعطيك خير. طبعا أنه أنا أشوف يعني من وجهة نظري أنه ما لازم أنت تكون رياضي بحت عشان تشجع فريقك، دائما يكون لك انتماء بشكل او باخر للفريق اللي انت او للنادي اللي انت عايش في منطقته. نعم. فيعني ابناء صحم اليوم الغير كرويين الغير مهتمين بالرياضه، النساء الصغار كلهم طبعا يشجعوا واقفين مع هذا النادي عشان يحقق طبعا الفوز بالكاس الغاليه. انتم حريصين، انت كشاعر اليوم حريص على حضور مثل هذه المباريات؟ والله الشوق يدفعني، محبوب صحم. الله الله، ربينا في صحم. لا هو حديث شعري. ها طبعا لازم لازم يعني نعايش الحدث، يعني المباراة تكون لها جمهورها، وتمنينا المباراة تكون يوم الجمعة، ولكن
مهما كان يعني السبت والجمعة ما تفرق إن شاء الله. والجمهور بيكون موجود. والجمهور موجود ما شاء الله، واللي مثلا عليه دوام أكيد إنه استقطع من إجازته، واللي عليه دوام يكون دوام الصبح يوم الأحد يعني بعد المباراة، فبإذن الله تعالى إن نكون حاضرين ومؤدين إن شاء الله اللي نقدر عليه من أهازيج، من فرق إن شاء الله حماسية، من عيالة، من كل الفنون اللي يستاهله الفريق. جميل. بما أنه يعني شاعر ومتمكن وما شاء الله وعندكم فرقة حماسية، خلنا نسمع بعد. أنا أريد أسمع اليوم منه. فالك طيب. عطنا خاصة. فالك طيب. يلا اسمع. قصيدة للمنتخب. للمنتخب ها؟ الله الله. أنت رحت مباشرة للأحمر. أنا للأزرق. دايركت للأحمر. جميل. خلاص وإحنا بعدين بناخذ إن شاء الله. أحمر. لعمان كلها اليوم انت كذا كان نركز على الازرق الحين. اها انت كذا تكسب الجمهور كله. الله الله يعني جمهور المنتخب كامل خلاص انت راح ودك تكسبهم. يستاهل صحم، يستاهل عمان كلها. أهلا. شاهد الله. تفضل. اقول للمنتخب باعد الابيات في الملعب مشرف حضوره، صحم نرسل لك سلامات واخط لك بيت بسطوره. على التاهه لك تحيات، على الملا توضح الصوره، نبغى التقدم في كل مرات، والكاس دايم له خطوره، جمهور لك في كل المساحات، والخوف بان عبر جسوره، الكم على الفعله علامات. يا سلام. مرمى الخصم لازم نزوره، نزوره. يلا عصاكم طول الاوقات، فرحة وسعادة مع سرورة، لجلك صحم باشل شلات، وهديك ورد ومن زهورة، الخابورة لك معنا مقامات. يا سلام. بغض النظر عن لعبة الكورة. يا سلام. بغض النظر عن لعبة الكورة. هذه لخصت المباراة النهائية. الروح الرياضية في البيت الأخير. الله يجزيك خير. احترام للخابورة، احترام أيضا للصحاب، ولكن مثل ما ذكرت لهم الاحترام، وفي النهاية هي كورة. نعم. تنتهي مع 90 دقيقة ومن بعدها ترجع كل الأمور مثل ما هي عليها. نعم. نصر خبرنا علاقتك بالرياضة. أنا أعتقد لك رياضات أكثر عن كرة القدم. والله رياضة، أحب الرياضات، بعض الرياضات. طبعا الكره نتابعها ونشجع، فهناك ارتباطنا بالتراث. يا سلام. تراث ابائنا واجدادنا اللي هو سباقات الهجن. فسباقات الهجن هذه لها جمهور خاص ما شاء الله. يعني حلها بداوتها وطعمها. احنا ما نقصر في 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 رياضه الكره، ولكن نفس الشيء يعني كل 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 انسان له ميوله لرياضه معينه. نفس الشيء نحب الزيارات اللي هي الرحله الى البر. يا سلام. يعني هي زياره، هي كانها رحله للبر. مع طبعا الصيد. الصيد. نعم. يعني رياضاتك مختلفة شوي. والله ما بين الهجين وما بين الصيد. كلها بداوة، كلها بر. هذا هو، كل واحد ميولة في الأمور الرياضية. نعم. أنا بكمل معك الحديث، ولكن نتوقف مع تقرير وبعدها راح نسمع منك بإذن الله حاجة جميلة. إذن المشاهدين الكرام، متواصلين وياكم. هناك لاعبين يعتبرون نجوم في أعين من يتابعهم وحصلوا على الإشادة بما قدموه من مستوى فني راقي على الساحة المحلية، وخصوصا على مستوى أنديتهم. وهناك أيضا لاعبين واعدين ينتظرهم مستقبل كروي جميل بتقديمهم لمستوى استثنائي في صفوف فرقهم. كذلك لمعوا بشكل رائع داخل المستطيل الأخضر وساهموا في الوصول إلى نهائي الحلم، إلى نهائي الكأس الغالية بطولة جلال السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه. زميلنا سالم السالمي، جولة ممتعة مع عائلة أحد اللاعبين الواعدين، نتابع. رمية التماس ملعوبة سريعة، جابر العويسي، مقطوعة، التسديدة، جول جول. أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أغلى الكؤوس. نحن الآن في منزل أحد اللاعبين الذين ساهموا وأبدعوا بأدائهم وبأهدافهم في وصول نادي صحم إلى المباراة النهائية. دعونا نتعرف من هو هذا اللاعب.
نيمار والكرة للأمام، فرصة فرصة، جول 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 جول. هدف ثاني، لمسة من الجوهر إلى مصعب الذي سهل ما كان صعبا وهدأ ما كان متوترا. استاذ محمد، بس كلمنا عن شعوركم وانتم تعيشوا الحدث هذا وتأهل نادي الصحام للمباراة النهائية. نبارك اول شيء للجمهور، لإدارة نادي الصحام والجمهور ولجميع محبي نادي الصحام في الوصول للمباراة النهائية، وهذا يعني ما شاء الله يعني اثلق صدور الجماهير في ولاية الصحام والمشايخ وجميع العشاق في ولاية الصحام الكرة. والله الولاية على كامل الاستعداد، الجماهير ومقصرين الجمعية في على كامل الاستعدادات بالتحضير، الجماهير وزيارات لرؤساء الفرق الأهلية في الولاية والمشايخ، ولازلنا إن شاء الله نتمنى الفوز إن شاء الله. أول شيء نشجع مصعب ونشجع اللاعبين الفريق النادي كاملا، ومصعب ما شاء الله يعني أكيد إحنا نشجعه لأنه بيكون ابننا، ودائما نتمنى الخير إن شاء الله له ولجميع اللاعبين. طبعا نعيش الحدث كما تقول بفرحة، أول شيء يوصلون لنهاية صاحب كاس صاحب جلالة، ويعني شو ما تقول فخر لنا أن أحد من أشقائنا أو أنه يلعب يعني في النهاية كذا. والله وش أقول لك، طبعا الشعور أنا شعور لا يوصف أمانة، يعني لأنه مصعب أخوي كان يسعى أنه يسجل في ذيك المباراة خاصة مع نادي مسقط، والحمد لله رب العالمين، توفيق من الله سبحانه، ومصعب قدر وسجل الهدف. وجل بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم في ولاية صحام، أرحب بكم بالأخص في المنزلنا، أشكركم كل الشكر على هذه الدعوة. والموضوع الثاني يعني بطولة الكاس هي طعم لها طعم ثاني، يعني لكل لاعب موجود في سلطنة عمان، ومش أي بطولة، يعني شروا بطولة الكاس الكل يطمح يلعب فيها. بطولة الكاس تختلف عن بطولة الدوري لكثير من الأسباب، وأولها لأنها أول يعني كاس لمولانا حضرة صاحب الجلالة، والكل يفتخر فيه أن يكون ممثل في هذه البطولة. والله أجواء ما تنوصف، يعني أنت عارف يعني الكل يعني كان ينتظر الفرحة هذه، والكل كان ينتظر عودة النادي من صلالة، والفرحة عامة الولاية. ما أعتقد أن أحد نام لين بعد الساعة 12 أو 1، الجميع كان فرحان، الجميع كان ينتظر هذه الفرحة. الحمد لله رب العالمين، الشباب قدموا اللي عليهم، والجو الأسرة جو ما ينوصف. أعتقد تكاتف اللاعبين بشكل عام يعني عندنا في النادي، والروح الأسرية اللي عايشين إحنا كلاعبين ده في الملعب هي اللي وصلتنا إحنا لهالمرحلة. والكابتن محسن يعني شيء ما ينوصف في أرضية الملعب، لاعب ذو خبرة، لاعب عنده الإمكانيات، لاعب تفكيره عالي، المستوى أرقى وأرقى وأرقى عن الدور العماني. محسن لاعب مش عادي، الكابتن محسن مش عادي. أعتقد أن الجماهير يعني راح تسوي ضخ إعلامي كبير، الجميع يعني يريد البطولة، الجميع يريد يتوج بهذه الكأس الغالية. فإن شاء الله إحنا راح شوي نبتعد عن هذه الضغوطات اللي هي ضغوطات الجماهير، ولما أعتقد راح يكون فيه معسكر مغلق، والمدرب للتفكير شيء ثاني في المباراة النهائية. طموحي أتوج بكأس صاحب الجلالة، طموحي أمثل ولايتي بأشرف التمثيل، طموحي ارتداء فانيلة المنتخب، وهذا طموحي مش راح أتنازل عنه، وإن شاء الله القادم راح يكون أفضل إن شاء الله. الجماهير ما يحتاجون كلمة، الجماهير حاسين بالمسؤولية، وننتظر وجودهم في المجمع إن شاء الله، وراح نسعدهم. وطبعا الجو الأسري جو يعني مش طبيعي، يعني الكل يفرح والكل مستانس، والكل يتمنى يشوف مصعب، والكل يتمنى يشوف نادي صحم، والكل يتمنى يشوف كاس صاحب الجلالة وهو موجود داخل النادي. طبعا بلا شك الفرحة عم صحم بأكملها،
والكل سعيد بوصول فريق صحم او نادي صحم للمباراه النهائيه بطوله مولاي جلاله سلطان. وهذا الشعور يعني اللي داخل الجميع، سواء مجلس اداره، جماهير، نحن كمتابعين واباء للاعبين، الحمد لله. وحقيقه هذا طريق طويل كان وشاق الوصول مصعب لهذا المستوى وفي هذا المكان، وحقيقة دائما الطموح يكون أفضل من كذا أيضا، بس تعرف بعض الأحيان الظروف ما تخدم اللاعب، سواء جهة العمل أو التمارين أو تغيير المدربين بين فترة وأخرى في النادي. أول شيء أقول لكل لاعب ينصحهم وبما فيهم مصاب، أتمنى حقيقة أنها تكون مباراة ختامية للموسم، ختامية يعني، وتتويج نادي صحم بكأس مولاي جلالة السلطان في تنافس بينه وبين أخوانه في البيت ما فيهم أبوه، هو يشجع برشلونة، أخوانه يشجعون ريال مدريد، وأبوهم طبعا ريال مدريد. طبعا الأجواء ما عليه، الأجواء في كل مكان في صحم أجواء طيبة إن شاء الله، وأجواء ذكرنا ب 2009 وإن شاء الله أنها تتكرر أجواء 2009 إن شاء الله. مجهود اللاعبين وتكاتف الجميع الحمد لله وصلنا، وكنت أتمنى أن أكون من ضمن اللاعبين لكن قدر الله ما شاء فعل. والله صراحة أجواء طيبة صراحة، يعني أجواء لا توصف، الحمد لله الكل فرحان، الكل متكاتف، يعني نتمنى إن شاء الله إن شاء الله الكأس صحن إن شاء الله. هذا التقرير عن اللاعب مصعب الشرقي واللي نشط مع نادي صحم وتميز من خلال هذا الموسم في بطولة الدوري وأيضا في بطولة الكاس. وأيضا وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم. طبعا نشكر شاعرنا ناصر بن سالم البادي اللي تواجد معنا وأتحفنا بالقصائد الجميلة، شكرا لك ناصر. شكرا موصول لكم. وأكيد محضر لنا حاجة عن صحم بنسمع لها في ختام البرنامج، نعطيك وقتك إن شاء الله. حالك طيب بإذن الله. حالك شكرا طيب. لك على حضورك أنا، وكل التوفيق إن شاء الله لصحف المباراة النهائية. جزاكم الله خير، أشكركم على استضافتي وعلى أنكم فتحتونا المجال عشان نشارك ونشارك الفرحة، نشارك في البرنامج، نشارك فرحة الفوز، نشارك فرحة صحم، نشارك جمهور صحم وعلى الفوز. وبإذن الله تعالى أن نكون يعني قدمنا اللي هو مناسب واللي هو يعني رضاكم ورضا الجمهور خلف الشاشة. ما عليك قصور. الله يعطيك خير. أهلا وسهلا. إذن المشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية إطلالتنا الثالثة من برنامجكم الحدث أغلى الكؤوس، على أن نلتقي إن شاء الله يوم الغد بنفس الموعد مع فقرة جديدة ومتنوعة سوف نسلط فيها الضوء على معالم جديدة من ولايتي صحم والخابور. نعم مشاهدينا الكرام، طبعا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله يوم غد على نفس الموعد، ونتمنى أن نالت حلقتنا طبعا على حسن متابعتكم. دمتم في حفظ الله ورعايته. والختام مع ناصر، تفضل. مبروك منا يا صحم، مبروك وبنعد القصيد في ساحة الملعب قحم، والكل فرحان وسعيد، مهمة والشوط ازدحم، الأزرق بحضورها عنيد، على التنافس ما رحم، سدد من قريب وبعيد، يشعل ويحرق كل فحم، قوي باسه كل حديد، بنشد من شقر وسحم، وبنشل همبل من جديد، جمهور لجلك يا صحم، يهتف يردد بالنشيد، يهتف يردد بالنشيد. صح صح.